متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم بتحيه جديده وانطلاقه ايضا جديده، والشوط الاول الرئيسي للقعدان الثنايا بت ايضا في المجموعه الشوط الثامن ايضا للقعدان الثنايا المغلقه بهذا الصباح الجميل. المسافه هي 4 كيلومترات، شعارات كبيره وشعارات ايضا زاهيه وملونه تزين لنا ارضيه هذا الميدان والتجهيز الموسم القادم والاشواط ايضا المغلقه. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، المقدمه والصداره ما زال هنالك. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اللي يحمل الرقم 9 مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ولكن دخول مباشره مرموق واحمد مبخوت من يقدم لنا ايضا شعار جميل وشعار مميز. احمد بن محبوب من يقدم لنا ايضا شعار جميل، وثالث الاسماء مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ثالث الاسماء دخول مباشره من المركز ما شاء الله ليحمل. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، المقدمه والصداره ما زال اللي يحمل الرقم 9 وثاني الاسماء اللي يحمل الرقم ايضا 10 مرموغ واحمد بن محبوب ايضا يقدم لنا اداء جميل وانطلاقه ايضا جميله وتحدي كبير. ورابع الاسماء دخول ايضا على الرقم ايضا هنالك ايضا الذيب وسعيد بن محمد بن الدهن من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا جميلة وسريعة بأداء أيضا جميل. ولكن المقدمة والصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء وصل مرموغ وأحمد بن محبوب من يقدم مرموق بأداء جميل وتحدي كبير. أيضا ثاني الأسماء وصل مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء شعار يحمل تحدي كبير وانطلاقة أيضا جميلة بأداء جميل. وثالث الأسماء وصل مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أيضا شعار بن قحيزة الشهم ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم ايضا اسم كبير وتحدي ايضا. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان ايضا المركز الاول مرموغ واحمد بن محبوب من يقدم لنا مرموغ باداء جميل وتحدي كبير ايضا من واقع الشعار الشهم سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم لنا اداء جميل وايضا اداء متميز وانطلاقه ايضا جميله وانطلاقه الكل يتحدى والكل ايضا يتحدى باداء جميل. الذيب وسعيد بن محمد بن الدهن من يقدم الذيب، ولكن رابع الاسماء مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواطنا مستمره وانطلاقتنا دائما مستمره باداء جميل وانطلاقه ايضا جميله، والكل يتمنى بهذا التحدي. ولكن العوده وين؟ الى مرموغ واحمد بن محبوب من يقدم مرموغ بهذا التحدي الكبير. وثاني الاسماء الشهم ومحمد سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم باداء جميل وانطلاقه ايضا جميل. وهنالك ايضا يتمنى بهذا الشوط ويكون دائما بطلا ويكون ايضا متمني بهذا الشوط الكبير وشوط المغلق للثنايا. ثم ننتقل للاشواط المفتوحه، الكيلو ونصف الكيلو باداء جميل وانطلاقه ايضا جميله وتحدي كبير ما شاء الله وتبارك الرحمن. مرموغ واحمد بن محبوب من يقدم ايضا اسم كبير مرموغ احمد بن محبوب من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا مميزه وانطلاقه الكل يتمنى بهذا التحدي ايضا ما شاء الله وتبارك الرحمن. مرموغ ولكن الشهم
الشهم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، الشهم باداء جميل ما شاء الله سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا جميله، ولكن رابع على اسماء ثالث الاسماء وصل الذيب، وسعيد بن محمد بالدهن ورابع على اسماء وصل الزيب، وحسين بن محمد الصعاق المري وخامس النداء وصل هناك شاهين، وخالد بن سالم العفره من يقدم اداء جميل، ولكن الانطلاقه الجميله والتحدي الممتاز مرموغ مرموغ واحمد بن محبوب من يقدم مرموغ باداء جميل، ولكن الخوف من وين؟ الخوف من الشهم، الشهم ايضا دائما يعودنا باداء جميل وانطلاقه جميله والاشواط المغلقه المغلقه، ولكن ما شاء الله مرموغ في المقدمه احمد بن محبوب من يقدم الشهم هنالك مرموغ، ولكن الشهم سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم اداء جميل وانطلاقه الشهم باداء وانطلاقه قويه والاشواط المغلقه 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 المغلقه، ما شاء الله اداء جميل وانطلاقه كبير، الشهم غادر الشهم مع الاشواط المغلقه، الشهم الشهم سعيد بن محمد بن كحيز من يقدم اداء جميل وتحدي ممتاز، ما شاء الله الشهم 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 والاشواط المغلقه، ما شاء الله الا بالسماعه يرقص وحيدا ويغرد وحيدا، روح روح بالسماعه الشهم الشهم باداء جميل وانطلاقه كبيره، ولكن مرموغ يحاول باداء وانطلاقه سريعه، ما شاء الله وتبارك الرحمن، الشهم الشهم والامتار المجنونه والامتار الحاسمه والاشواط المغلقه المغلقه، ما شاء الله الشهم 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 والاداء جميل، الشهم تهانينا تهانينا والناموس لمالك الشهم سعيد بن محمد بن كحيز، ايضا المركز الثاني كان من نصيب وصل ايضا الذيب وسعيد بن محمد بالدهن، المركز الثالث مرموغ ايضا احمد بن محبوب، التوقيت الزمني ساعه وصول الشهم لخط النهايه 6:40 و91 جزء، تهانينا لمالك الشهم سعيد بن محمد بن كحيز من قدم اداء جميل وتحدي ممتاز، تهانينا ايضا لكل المشاركين والمتابعين شوطنا الغادم ما شاء الله يحمل تحدي كبير.